كريستيانو التكتل كريستيانو لوكاس فازجيس لوكاس لوكاس يحاول مرور مر وركلة جزاء للريال مدريد لوكاس فازجيس يكسب ركلة جزاء الحكم لا يتردد في ذلك ركلة جزاء أكيد كريستيانو أمام لوكاس فازجيس والتدخل وضح رونالدو ثاني أفضل هدف في البطولة الإسبانية 22 هدف بفرق ثلاث أهداف عن لويس سواريز هدف البرسا هل يسجل أسبقية ويقلب وجها لوجه من علامة الجزاء رونالدو سخن كرة ضاع لمين مارينيو والتقدم لريال مدريد 1-0 كرة سددها بقوة في كريستيانو رونالدو يدرك أهمية خطف هدف الأسبقية كرة وضع على يمين دييغو مارينيو وكرة رونالدو تذهب لتستقر في مرمى ليفانتي ولتعلن عن أسبقية ملكية بلمسة برتغالية من علامة الجزاء يسجل رونالدو ويعبر بطريقة الكلاسيكية سبعة ألقاب فقط كرة وانطلاقة وهجمة سريعة للريال فرصة للثاني على التمرير والتسديد بقوة قاية في المرمى في المرمى في المرمى في المرمى المايرل الكرة تحبك يا مايا الكرة تطوعك في القائم تصطدم بالحق مهاجم ساعد وعد يسدد كرة هنا الإعادة التسديد القايم والحارس والكرة في المرمى الهدف الثاني للريال هنا الإعادة أمام التسديدة القايم كان لا ولكن الكرة تصطدم بمارينيو وتاخذ طريقها نحو المرمى هدف ثاني للريال مدريد عن طريق المايورال المايورال يا زيزو اعطيها الفرصة اليوم على حساب فلورنتينو بيريز ريال مدريد اللي يضع ملفات الترشح ستنطلق يوم 23 فرصة للتقليص يقلص ليفانتي ليفانتي يعود بسرعة ويسجل في مرمى الريال سنتابع الإعادة هنا الإعادة الإعادة كرة طويلة تمهيد من ديفيرسون كانت في مطالبة باحتساب خط الحكم أمام مستمر اللعب لا وجود للتسلل إذا كان الريال يناقش على وجود تسلل فأن التسلل غير موجود إطلاقا لا يجيب انتصار مهم انتصار للريال الريال بالثالث 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 يا بيرانكي يسدد كرة في المرمى تعلن عن ثالث أهداف الريال الريال خلاص يأكد الفوز وكورة تيسكو فرانشيسكو رومان سواريز يوقع على هدف ثالث